بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حسام التنسية الدبالة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى لبل دي سورة الممتحنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا يدب الله سبحانه وتعالى الأنبياء قدوتهم وأسوتهم، إحنا كفانا نتبعهم وكفانا بنأصرهم النسي لتبين ونبي الله إبراهيم أسوته، ونبي الله إبراهيم عليه السلام كم سلم النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم بلقنا قدوتناته أسوة حسنة. كمان رب العالمين لنا لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا اللهم بيلو لكن، يعني لقوم لنا يوم حقوا أشركوا برأوا منه. هنا مصدقيتنا ولاء وبراء دي بنتهاج عنا، يعني إنسان لكافر وإنسان لإجرام لفته ولا ملحد ولا ظالم ولا تعدل فتي أبوك من قبي حوك من قبي ولادك من قبي السيدك من قبي عشيرتك من قبي قبيلتك من قبي مقابل لدينك يتوديهم لدين الأولوية لبو العقيدة أولوية لبو توحيد أولوية لبو إسلام أولوية لبو. ها فأنت قلت تبرأ بك من نفع لنا يوم لما ولادهم ما من كبدي بك أبوك وأمك مثلاً بك وأم قبي معروف تتعامل مثلهم بالتي تتعامل مثلهم، لكن تدعوت لنا يا كفر مثلاً أوروس لي ما يقوم من قبي ووالدينه دي بكفر هلهم قبي مثلاً، يعني قلهم معروف قلت عمل باكم بو لكن با دينهم با منهجهم عزة قلق با وبا دينهم قل اتبعهم وتبد با دينهم قل ايدهم ولا دينهم قل انشر ولا دينهم قل فدل من دي با اسلام يقبين وقال الاسلام يقبي قلمي لا تحقيق لنا يا مسألة تا ولا براء قلتك با منتو حنا قل لها اموالي وقل لها انتبع وتأييد لنا هيبو وولاء كامل لها اللاقنا لقبي ومنتو كمان لا حنا لنتبرأ منه ومن الناس قدر نتبرأ اللهم كمان قلنا عمرون بنا فالبلنا الله سبحانه وتعالى اللي يعني مثالته رب العالمين أمتعي قلنا التعز قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم مبيلهم قلنا قوم لنا يوم بيلهم نحن براء منكم ومما تعبدون من دون الله حقا من رب العالمين وكين أصنامها اللي تقلكم وآلهتها اللي تقلكم ألوم تعبدوا وألوم فدلوا، يعني هنا إلا من رب العالمين لا تعبدوا من رب العالمين وكيل لا تعبدوا من هليكم هنا كفرنا أبكم وكمان فنجينا وفنجيكم عداوة استبدت وبغضاء استبدت سكمة دي بإيمان تقبلوا. عشان كده رب العالمين بيقول لا تجي قوم يوادون من حد الله، يعني إنسان رب الحادد وإنسان يعني مدارات لود يعني وأشياء كده يعني ديب يعني إنسان لا يعني لا 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 قل لك كفار لا 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 دار يوم وقل لك كفار لا يعني أشياء دي بقى لبو إيمان لبو، ويعني إنسان مؤمن حقيقة يفدي يوم إنسان إيمانه قوي برنامجنا كفار ومنهجنا كفار وطريقتنا كفار ودستورنا كفار وحكومنا كفار وظالمين لقبوا معتدين لقبوا يلايدوني ويفتيوني، لكن رب فتي والنبي فتي وكتاب رب فدي وكتاب رب اللي ودي سليمايته دي بلها لا من لها اللي دي بكان كفار ما من لها اللي ودي بلد كفار ما من لها اللي قل لها أخرب وقل لها أكا وقل يقبي قلوني، لكن بالتي هي أحسن دعوته قل لها قدم وخير قل انشر وصبر قل لي دي ولا أذى قل تحمل بو، لكن قل افتلى برنامج
لنا يا كفر قل ايدو وقل افتيو وقل ناصرو وسنيتو ومن دين الحيث ومن اسلام الحيث قل يبل يقبي اقلو ودي الا يعني ضعيف الايمان قبل من قبي ممكن لانه ليس من العقل يعني 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 انسان يعني ما يعني انسان عاقل ولبلبو ولبيب لقبي انسان ما ممكن انت يعني فتايك للأب قلت فتي يعني انت رب العالمين فتحب الله والرسول احنا انا رب فت والنبي فت تبل وانسان رب لك الري والنبي لك الري قلت فت اللي يقبين دي عقل يعني استقامتي يقبي ما يستقيم في العقل انه انت انسان يعني فتايك وسنيك للأب وسندي بك للأب ومحبوبك للأب وقل لك الري وبزل عداوات لابو انت قلت فتيو يعني يقبيني وكمان موالات نايو وقلت نسروا وقلت تزديوا وقلت تعاونوا ديبا كفر ديبا دلال ديبا باطل وقلت تفتيوا وفعل لقبا وبقي لقبا وبطلب لقبا يعني اللي كله شك لا تود ديبا إيمان كله يعني كل التأمان يعني شك دي بإيمان كله ودي كمان لنا إلى وديته فلو واجب دي بمؤمن مو واجب دي بإنسان لمؤمن يعني الإنسان لعدنا يا رب العالمين معاداتنا يو كل إنسان رب العالمين لا لا للحرب ورب العالمين لا لا للتحدى إنسان ملحد لقب وبرب الله الآمن الإنسان إحنا قلنا نفتيو لبنان أقرب ما قبل من قبي وقلنا بقدوبنا لله عز وجل وكما أمثلت الألام أنا لقب من قبي أقرب ما من قبي ومثال دابت أقنا رب العالمين أبوك من قبي حوك من قبي ولادك من قبي عشيرتك من قبي سيدك من قبي كله قلت فتيو على بكاني وقلت فدلو دي بدي مكو دي بأس لامك اللي قلت فدل على بكاني لقب من قبي ولا كافر كمان برب الله كافر ومجرم وعاسي وفاسق دودنا الدين لشنك ودودنا إسلام لشنك قلت أيدو وقلت بطرباكو وقلت ناصر دودنا إسلامي دودنا الدين دودنا دعوة اللي يقبي ومدرت بدي وقل كدي بالدنيا كم قبي والآخرة يا مؤمن يا مسلم لبنا رب العالمين لكن اللي كله دعوتك إن نقدمه قلو وقل ننصحه ودي بحقق إن دعيه وقل نصبر دي بظلم ودي بهذا يمنع لأنه من الواجب برضو يعني هنا نصيحة قلنا ننصحه وبدعوة قلنا بلقوا بالتي هي أحسن بلين بصبر وبلا تحيز وبلا انكسبه لازم رحماء عندك أبعنا لطفاء عندك أبعنا بالذات إنسان سليماني قبل من قبي وإنسان مشرك قبل من قبي وإنسان ملحد قبل من قبي لدعوات لنا هنا قلت بتحو والحق لنا هنا قلت بتحو والعدل لنا هنا قلت بتحو حنتينا شقها لا من قبي حق قلناه أبو مسنا هلا من قبي يعني كلمة قلنا نسمعها منه قلنا احترمه حق قلنا أفقر قلو سرنا شقها لا من قبي كرايو قلناه أبو سنيت قلني بلو سنيت قلني جيو معاملتنا بال يعني إسلام قلنا رأيو وبعدالة حقوق ينبلع وواجبوا قنهبوا ويعني وحقوق أفقر قلوا قن نستيو وقن ننسحوا اللي ضروريته إلا كلها يعني العدالة تدينا والدينا كمسا الحقتو قلوا ترئيو وكمان نقاش هلا من قبل جدال هلا من قبل حوار هلا من قبل باكو يعني هجيا انتوا تتجاقر عليكم من قبل طيبوا وتنسقوا مثل حد كم سألي هذا دبا وسائل نهاية تواصل هلا للشباب اللي استخدموا خاصة حولنا نعيش ولا والدنا ولا أولادنا كل اللي استخدموا لدن وش وعبي لانترنت دبا لسبلا خدمه دي فيسبوك من قبل دي بكرة واتساب دي بكرة قلي دي بجروبات أو دي بكرة اللي بالتوك وغيرها أي خدماتنا انترنت دبا لا توفرت تواصل اجتماعي لا بديبا دي بلا فرصة لركبة إنسان وحو سليماية وحو يعني إنسان ركبة من قبي من مدرو من قيرو فدعوتك اللي قدموا لحدة من قبي هذا مجال هلا بالتي هي أحسن بتحام يمكن رب العالمين لهديهم بلا مقاطع الأدام لهديها وبلا نمازج وبلا إعجازنا يا قرآن وبلا قوة ديننا بلا سماحة إسلامنا إنسان يمكن رب العالمين أورا نفر بس بادك دي بخير تهدى من قبي أورا بس بادك دي بخير أقبل من قبي أورا بسببك قبينا خير وقبينا إسلام تبطى من قبي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله
مكافأة لنايكا جنة ودية وخير ودية وعمل صالح كتبوكلكا وحر هيني إن شاء الله أنت تنفس كتحق أبر وتار وحدك مرتاح قبل إن شاء الله دميريا ونفسيا وراحة متأكا وكمان رب العالمين تزريتك اللي وديكلكا وزريتك صالحكلكا إن شاء الله وردنا والدين ليبكا وعدوك إن شاء الله ربي لكبت منك ورعدوك التكان وبطر وإن شاء الله رب العالمين بالعمل لصالح اللي تقدمها لك وبالدعوات اللي تقدمها لك وبالخير اللي تقدمها لك بركات فتح لك ديب أرواحك وديب مالك وديب صحتك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله.